ده الكشري، بس الكشري بيتي مش محلات. والشرق احلى حاجه بقى. كشري الفيمس علي صالح محمد ابراهيم اسماعيليه هنا في دهب من 89، ودي شغلتي من بعد ما جيت دهب بخمس سنين. حبيت اشتغل عند حد عشان انا عارف القرش اللي داخل جو فيه وجو في عيالي مصدره ايه، ودي احلى حاجه انا بحبها. عربيه الكشري دي بقى، انا الاول كنت بعمل الحاجه على صينيه والف بيها، بعد كده عملت عربيه. ناس كتير اجانب عاملين لي جروبات، وفي بقى كذا صفحه بتاعت يسأل في مصر، واحد انا عاملها واثنين برضو الاجانب عاملينها لي. دجن العسلة على الكالر كوست، على بلو بيتش، اللايت هاوس، بطلع على كوبري، برضا بوصل عند المشربه لعند قهوه ابو علي وبرجع تاني. لا انا بشتغل كل يوم من 12 ل 8، في المواسم بزود الساعه 10. الحاجه دي بعملها عندي في البيت انا وابني الكبير اللي هو المحامي دلوقتي، بيقوم الصبح يطبخ اتعلمه ويقوم يطبخ يجهز لي الحاجه وينزلنا على الشط هنا ويتكل على الله. هو انا اخلص شغلي بتصل عليه، بيجي هو او بيجي عبد الله ابني الثاني، بيجي ياخد العربيه ويروح.